يعني كريم فؤاد وكريم طارق مثلوا جبهه خطيره بالنسبه لفريق او الجبهه اليسرى بالنسبه لفريق امي، كانت الاخطر على احمد ايمن، لكن احمد ايمن مجهود يذكر فيشكر عليه من الناحيه الدفاعيه ايضا دور الايمن بالنسبه لفريق اسوان. نعم طبعا مفيش شك من دول كريم طارق زي ما قال حازم مع كريم فؤاد تحتيه عاملين جبهه قويه جدا، وكريم طارق خطير يعني محتاج مساحات، رجل شمال قويه جدا بيسدد بيها، سدد واحده مشت عرضيه جنب الآين كان ممكن تبقى جول، واحده ثانيه اللي جت في الشبكه القريبه. وكريم فؤاد لعيب كوره فوتبولر يعني يقدر يلعب في اي اكثر من مركز، وبعدين يمسك كوره بيلعبها كويس بينقلها، عنده امكانيه انه يعمل 1 2 مع عدي ويكمل. فعملوا جبهه وعملوا ضغط شويه على فريق اسوان، لكن الشيء الجيد فريق اسوان ان هم حتى لما لجأ للدفاع في الفترات الاخيره ما عملش زحمه داخل ال 18، لا كل الناس في نص ملعبها زي ما هي، بس يرجع نص ملعبه ومضيق المساحات ومش عامل زحمه في ال 18، عشان ممكن الزحمه دي ممكن احيانا تعمل مشاكل عكسيه. لكن المدافعين اللي موجودين وصحيين جدا في الكرات العرضيه في الكرات الطويله صحيين، لا والجول كيبر طبعا وراهم برده كان صاحي فيها. لكن انا شايف انه يمكن الكابتن حلمي هيكتشف من المباراه ديت اشياء ممكن تغير قناع بعض القناعات بالنسبه للمجموعه اللي لعبت، خاصه في امام زي مصطفى شلبي صلاح ليكو مراكزهم على الاقل ابراهيم جلال، حتى بالنسبه للمدافعين هشام عادل ومحمود عادل مصطفى عادل ادوا بشكل كويس. لكن انا شايف ان دي استكشافيه للكابتن حلمي. كابتن حلمي له اسلوب في اللعب طبعا، في لعيبه منهم جدد ما لعبوش قبل كده معاه، فعشان كده انا شايف حته الجماعيه كانت مختله شويه عن فريق الاسوان. فريق اسوان بيبتدي كويس، هما ما بيبتدوش كويس وبيعملوا لك كرات طويله في كثير من الاحيان، كانت الكرات الطويله دي من نصيب المدافعين بالنسبه لفريق اسوان. لكن انا الحقيقه بحيي فريق اسوان بشكل جيد جدا، لانه الاداء اللي اداه اداء رائع جدا من حيث امتلاك الكوره والاستحواذ الجيد، تكتيكيا بيتحركوا كويس، جماعيا بينقلوا من تحت نص الملعب على الجناب، يعني ايه سيستماتيك اللي ما فيش حاجات طويله معظم الاوقات. والحقيقه تحس سوسته احمد فتحي اسلام سري محمود صلاح رباعي مع الاثنين باكين لعيبه عندهم خبرات، يعني عمرو الحلواني احمد ايمن مع المجموعه اللي انا اتكلمت عنها عندهم خبرات في استلام الكوره والتمرير والوصل بين المدافعين وبين المهاجمين. عشان كده عمرو ناصر مزعج جدا قدام، فكانت بتوصل له بعض الكرات لكن كان عامل ازعاج للمدافعين. انا اعتقد انه المباراه دي استكشافيه للفريقين، يمكن الكابتن الشيشيني نجح مع الفريق في هذه المباراه بشكل جيد، دي هتخليه يطور كمان في اداء الفريق. كابتن حلمي انا اعتقد برضو المباراه دي استكشافيه له، لان عناصر جديده كتير قوي. صحيح. انما هو قادر باذن الله تعالى في المباراه اللي جايه ان هو يظبط التشكيل ويظبط التكتيك المطلوبه. زي ما بنقول اول مباراه دي استكشافيه لهم ولنا ولكل المتفرجين.